تمام. طول الصيام لا تكاليف المرحلة ما بيشتغلش مع نعم. طبعا عامل الالوان المرحلة اللي هو لونه برتقالي ده بيمثل تكاليف الاصلاح الصيام. ماشي يبقى لو انا بصص عشان تفهم الحال ده بص شايفين كده كل شايفه المرحله الجموف والمرحله الرقاده شبه بلشوا دلوقتي كل ما تكاليف الصيانه تبقى قليله تكلفني اصلاح كتير واضحه دي؟ كل ما تكاليف الصيانه قليله ما بصرفش يعني بمعنى ايه؟ ساعات بتشتغل عربيه زيرو ها؟ هو غلط الزيت عملت ايه بقى شغال دول شغال تخبطها بالزيت وشو زيت العربيه كويس الميه زي الفل كويس زي الفل ولا عمال عايز تصرف ولا مليم هتعيش معاك عربية؟ هما حوالي ست شهور ممكن تيجي شايفني ده المقصود ان انا مش مشهورش خالص هصرف بس فين؟ هنعرف دلوقتي هنحدد بالظبط ايه المطلوب اصرفه على المحيط عشان تحافظ على نفسك باقل تكاليف ده فايدة المرحلة ده يبقى واضح ان كل ما تكاليف الصيانة زادت كل ما تكاليف الإصلاح قلت كل ما تكاليف الصيانة زادت كل ما تكاليف الإصلاح قلت ما أنا بصرف صيانة هتعرفش محافظة على الفريكشن محافظة على السيوتي محافظة على التبريد محافظة على نظافة المعدة وكل حاجة هوديها الورشة دي بقى هتعيش معايا فترة صح؟ زي أي حد محافظة على العربية واضح؟ طيب اصرف لغايه كام تبقى يعني انا محمد سلام ايه من خلال ده وبتين اصرف بقى ده نص ما شاء الله اصرف ولا نعمل ازاي ولا خبره بتوع الصيانه جمعوا المنحنيين الاثنين جمعنا منحنيين وجبنا المنحنى الشامل للتكاليف طلع المنحنى الاسود ده يعني المنحنى الاسود مجموع تكاليف الصيانه والاصلاح الفلوس اللي سعادتك هتدفعها في اعمال الصيانه واعمال الاصلاح مع بعض. لو المنحنى قلب بالشكل ده. واضح؟ خلاص المشكله باينه قدامنا اهو. اصلح فين؟ باقل تكاليف؟ اقل نقطه. ارجع النقطه ده ده انت خدته مش شغل. النقطه السوداء فوق دي هيبقى في جزء مبدأ من الإصلاح ومبدأ من التكاليف الاثنين بيتعاملوا مع بعض هم دول أنا أعمل ما بتتعامل مع غير الزيت بفلوس مش خلال بس غير الزيت بفلوس تكاليف إصلاح اللي هي إدارة بيها الصيانة مع ثمن الخامات اللي موجود دي ثمن خامات ودي ثمن تكاليف الاثنين بيجاوبوا مع بعض واضح؟ يبقى لو من أقل النقطة دي هي اقل تكاليف تقدر الكلام ده انت في المرحله مشهور جدا بيشتغل على الجوده وبيشتغل على تكاليف تهذيب الطاليات وتكاليف الطاليات بتكاليف قد ايه المرحله مشهور فحتى زي ما انا عامل كده النقطه السوداء هي اقل تكاليف اللي هي ايه؟ ليه كتابي العربية؟ أو كتابي المعدة أو خبرة سيادتك أنا معك برنامج سيارة بعمله على ثلاث حاجات مواصفات المعدة وشوف تشغيلها مع كتيب بتاع المواصفات والتعليمات السيارة للشركة عاملاه مع خبرتك
يعني عند مثلا افتح اي لو انت تربيلر ولا كوماس ولا حاجه يقول لك غير على 250 ساعه بالنسبه لغير الزيت، لو انا فتحت كده السيول كل كده كل حاجه مطلوبه. الكلام ده في النورمال. بتشغل المعده 8 ساعات والمعده جو مهيئ. شغاله في اوضه مقفوله زي لو كان جنريتور يعني او في جو مثلا برضه انت بتعمل السنه صح. لكن دلوقتي المهندس شغال عندي 20 ساعه في اليوم ممكن ما يبطلش. امشي على كتالوج ادمر معاك. لما انت خليك تعليمات الصارمه استرشاديه بالنسبه لك. اوعى تيجي تقول الكتالوج بيقول ما بعترفش بالجمله. لخبرتي ما تقولش الكتالوج بيقول زي ما قلنا عربيات التريلات كنت بغيرها على 25000 جنيه، خليك تقول لك 10000 او 5000 كمان. لكن انت لقيت حاجه محسنه الاداء عمرها نفسها كويس، محافظ لك على المعده، محافظ لك على كذا، عمرها اقل من التكاليف. لكن مستند على ايه؟ على كتاب الشركه. اول حاجه تجيب كتاب الشركه. ما ينفعش تجيب كتاب الشركه انك تعمل الصيانه المخططه. كتاب الشركه قدامك وخبرتك معاك وظروف تشغيلك قدامك. اعمل خطتك بقى. اعمل خطه الصيانه بتاعتك. تطلع خطه ناجحه كويسه وتوفر لك خطه كويس. وتوصل لحاجات غير مسبوقه بالنسبه لاداء المصنع او الشركه او العربيات او الحاجه اللي بتشتغلها. انت شغال على علم، عارف انت بتعمل ايه، عارف انت عايز توصل للنقطه دي. واخد بالك؟ طيب بص هنا شو انا عامل ايه؟ النقطتين البيض اللي في اليمين واحده مكتوب عليها صيانه مبالغ فيها، صيانه مبالغ فيها يعني بغير صوت اليوم بغير عشان تفهم اللي انا بقوله. تكاليف الصناعه اقل، لكن التكاليف تكاليف لا صيانه تكاليف كليه عاليه. كليه انا بتكلم دلوقتي على منحنى الاسود. انا تكاليف الصناعه اقل لكن طبعا الصيانه طبعا اعلى، لكن على الاسود برضه عاليه. النقطه اللي قبلها قلت لا انا مش هشتغل كده. انا اعمل تكاليف صيانه قليله شويه. حتى تكلم الاصلاح المجموع بتاعهم برضه كبير. يعني النقطة اللي تحت بنسميها نقطة تحير. نقطة ايه؟ تحير. بصوا الشباب اللي في النص ده بيتم دول. كده زيادة كده زيادة. مش كده زيادة اللي ناقص ولا واحد. كده زيادة وكده زيادة. دي وصلت لنقطة الأوبتيما معانا. نقطة وصلت. قبلها زيادة وبعدها زيادة. إذا لو قال التكاليف تكاليف صيانة هتزيد، تزود صيانة، تكاليف التكاليف كلها برضه هتزيد، اتنين في كده حتى أنت خسران. أشتغل فين؟ على النقطة اللي قبلها صيانة رديئة، يعني ما تكاليفش صيانة رديئة يعني قدامك حاجة. تكاليف الصناعة عالية، تكاليف كلية عالية. واضح؟ يبقى أنا بشوف النقطة دي ومصمم شغلي على نقطة المجموعة، مش بقول لك رسم منحنى في الشغل، لا لا الارشادات المنحنى ايه؟ الكتالوج والخبرة. نعم. ايوه واضح؟ في حد عنده أسئلة؟ تقول ايه؟ ركز. الكلام ده ممكن يعني عشان تعرف هتقول لي كتير قوي عشان توصل للنقطة دي، أنا بقول لك خلاص على طول ركز. واضح الكلام؟ فدي العلاقة بين الصيانة الرخية كلمة تقول لي ايه؟ قال ايوه كده بدات تعرفه اللي هي المخططه. بقيت انت دلوقتي تقدر تتكلم كلام منظم مرتب، عارف انت بتقول ايه. لو ده مفتوح ده زمان كان كله كان داخل بعض. دلوقتي بقى في تصنيف للكلام. الصيانه المخيله هي الصيانه المخططه. الغير مخططه تيجي هنا؟ لا.
ده المخطط دي فين؟ على مش وقاص الكل شو بيتفرع انا حاجه ملهاش دعوه بالصيانه المخططه اللي انت ممكن تجدولها وتعملها برنامج صيانه تتم عليك وانت عارف تكاليفك قد ايه دي في المخططه بس اما الصيانه المعتمده على الحاله اللي هي الكونديشن ما دي حاجه ما بتاع ربنا معناها حسب الظروف مكسر مع انها بتحصل نتيجه عيوب في الصيانه السيارة غير مخططة من أساسها عيوب في السيارة يعني سيارة رد فعل ما بعملهاش وهي السيارة السيارة الطاقة دي مش عارف سيارة عارف سيارة ازاي مثلا الحفار مثلا كل شغل هيدروليك كل هيدروليك خراطيم خراطيم دي بقى في الصاي معلوم يعني ضغط زيت معروف ب 200 بار و 300 بار حاجات عاليه جدا تمام لو سالتك واحد استاذ خاص مشتري قرطوم تجاري يعني مش اصلي مركب انت عملت السعر صح زي الفل لو انت عايز تلف المطلوب كده لا زي الفل عملت المطلوب وجبت على الفل هل العزل هو العزل؟ هل مواصفات السلك هي السلك؟ هل خواص الماتيريال بتاع السلك هي هي؟ هل او لو اصلي مش هيعمل لك حاجه لكن ممكن حاجه ايه سير مش اصلي وانت مش بتقدر تعمل حاجه طب صيانه مش عارف ايه بس نتيجه صيانه وخيه غير مظبوطه يعني لا لا ما عدا ما عدا طبعا كوتش الخرم بتاعتي حاجات خارجه عن اراضي لكن في 90% منها اهمال في الصيانه او الاساسي في اللي هو يخلي الصيانه او الطلب اقل ممكن الصيانه الذاتيه اللي بيقوم بيها المشرف لما بيفتش على العربيه او على المعده كل يوم الصبح قبل ما يعمل ستارت زي ما نشوف في تعليق الشمله بياخد كام وقت قدامه عشان يظبط قبل ما يشتغل حاجات عايزه تتقاس حاجات عايزه تتشاف حاجات عايزه تتغير حاجات عايزه تتزود في السلوك اللي هو العربيه كله زيت ميه كله ديزل كله فمهمه جدا جدا الصيانه الذاتيه لان هو ويلحق النقطه الذاتيه ده في خرم ما نزل انا شايف ما نزل الطبه دي مش مفروض كويس الليل ده بدا يشرخ السير ده ملخي الحاجات دي كلها العربيه بعد اللي كده بتسخن في السكه وهي اللي بيقول لك عليه ان هي الصيانه الذاتيه لو اتعملت صح تجنبك الصيانه الاسعافيه او الصيانه الطاقه. واضح في الحاله ده؟ في اي اسئله؟ واضح؟ تكاليف الاصلاح مجموعهم اقل تكاليف هشتغل عليها ازاي؟ ان انا بحط الثلاثه بارامترز قدامي خبرتي مع تدريب الشركه مع ظروف التشغيل اللي المعدل بيشتغل فيها وتعمل برنامج السيره بتاعك يطلع برنامج ده في الفلسفه. واضح؟ عدم ان عدم تطبيق برامج الصيانه او صيانه او يعني الصيانه اللي هي بمعنى اصح يؤدي الى دواء بعض الاجزاء مما يؤدي الى تكاليف اصلاح عالي يبقى بين التكاليف عالي زي ما قلنا مكتوب على البيت كلها الورقه في الصرف تقليل الاصلاحات صرف كذا تطبيق برامج الصيانه هي مش الاحسن والكلام ده برضه هو اللي مكتوب تحت اللي مكتوب تحت فاهمينه زي ما انا قلت ولا في حاجه عايز توضح؟ ها؟ لو كنت تحت واضح زي ما انا قلته دلوقتي ولا في نقطه اوضحها بعد ما انقل؟ ها؟ نفس كده بس هو هنا انا بختص يعني عارفين كنت بقى
مع نفسك ايه تحط التخلص اللي تعجبك عشان تبقى انت تركز وتبقى اللي انت بتقول ايه وتبقى النقطه عندك هي المؤشر بس انها تعرفك هي دي كذا الناس لكن الكلام اللي غير الحاجات دي انت تجيبه لنفسك انت لما تكون فاهم. اي اسئله؟ Thank you.